لا يقع هذا المنزل في إحدى جبهات معارك الحرب الدائرة، بل هو منزل في قلب العاصمة المؤقتة عدن لمسؤول في السلك العسكري يعمل في مصلحة الهجرة والجوازات. تعرض المنزل لمداهمات ليلية بمدرعات خلفت هذه الثقوب على الأبواب والجدران. منتصف ليل أمس الأول داهمه أفراد من قوات مكافحة الإرهاب كما يقولون، سبب رعبا كبيرا في الحي السكني الواقع في مديرية الشيخ عثمان. أطلقت هذه القوات النار على المنزل ومنازل الجيران الملاصقة والتي كان لها نصيب من النيران، حيث شهد الحي تفاصيل ليلة مرت ثقيلة ولا يعلمون أي مبرر لها. ضرب عشوائي، البيوت كلها انضربت. هذه مداهمة، هذه مش اسمها مداهمة، هذه فكل. ما يعرفوش يداهم الواحد يكون ليجوش لبيوت الناس. إنسان مداهم معهم 24 ساعة بالدوام الرجال. كل يوم بالدوام لما الظهر. بيقولوا لما فوق دوامه، روح الظهر فوق دوامه. يصلحوا مداهمة يشوف شهرة بس يدور الشهرة. هكذا بدا منزل العقيد فهمي الجعدني الذي ما يزال مختطفا هو وشقيقه هادي، الضابط في الحرس الرئاسي وجندي ثالث يعمل في الحزام الأمني. الثلاثة بحسب أقاربهم المجتمعين هنا مختطفون من قبل قوات مكافحة الإرهاب دون أمر من النيابة ودون علم أو تنسيق لا مع إدارة الأمن ولا وزارة الداخلية. تم مداهمة البيت الساعة 9:30 بدون أمر، لا أمر قضائي، لا أمر نيابة، لا أمر من استدعاء من إدارة الأمن ولا من وزارة الداخلية. أهالي المختطفين كما يتحدث كبارهم هنا ينزعون إلى التهدئة وإفشال أي محاولات للإنجرار للفتنة، إذ تمس القضية هيبة الدولة وأعرافها القانونية، خصوصا أن العملية أتت عقب إقرار رئاسة الوزراء ووزارة العدل توقف أي مداهمات دون أمر من النيابة. وتظل إشكالية عدم توحد الأجهزة الأمنية وعدم خضوعها لقيادة وزارة الداخلية من أهم مسببات الأزمة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن.